مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، فرضت اليونان حظر تجول ليلي مدته 5 ساعات وإجراءات أخرى في جزيرة ميكانوس السياحية بسبب ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات المحلية وفق مسؤولين. وتشمل تلك التدابير حظر تجول يمتد من الساعة 1 فجرا حتى 6 صباحا، بالإضافة إلى منع الحانات والنوادي والمطاعم من بث الموسيقى، ويستمر العمل بالتدابير لغاية 26 يوليو، وذلك بحسب بيان نشره نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردلياس. وقال الوزير أن منظمي الحفلات الخاصة التي تضم أكثر من 20 شخصاً معرضون لدفع غرامة قد تصل إلى 200,000 يورو.